النهاردة مثلاً لقيت بتاع الهاشتاج اقتحموا مدينة الإنتاج. هو من إمتى تويتر بيسمح بحاجة زي دي؟ رئيس عبد الفتاح السيسي رجل عف اللسان، يعني رجل لا يذكر احد بسوء حتى لما يكون في عز المواجهه بيتعفى. احنا كاعلام وشعب نوري الكلام الكلام. لو عايز تبص بكلام الصح، مصر فيها ثورة عمل وإنتاج وشغل وتنمية في كل حاجة. هي دي الثورة اللي شغالة في مصر، والله هي دي الثورة الحقيقية.